بسم الله الرحمن الرحيم، مع إشراقة يوم جديد على شهر رمضان المبارك، ألا وهو 20 من هذا الشهر، 30 من شهر مارس لعام 2024، ما زلنا مستمرين معكم في حملة الإغاثة العاجلة وفي هذا الشهر الكريم بتوفير وجبات الإفطار إلى الأسر النازحة والمشردة في شمال قطاع غزة بتبرع كريم من مؤسسة Garden of the Sincere. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المؤسسة وأن يبارك في المتبرعين الذين يجودون بأموالهم من أجل توفير وجبة الإفطار إلى أهلهم وأخوانهم في قطاع غزة. ما زلنا مستمرين في هذا العمل الخيري من أول يوم في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بارك الله في كل من جاد بماله، بارك الله في كل من جاد بجسده من أجل التخفيف من شدة الهون والجوع عن أهلهم وأخوانهم في قطاع غزة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. حتى بتعبنا في البذل مستمتعين.